وهنا هناك محددات رئيسية أساسية لبناء سلام مستدام في اليمن، محددات تنهي الحرب بالقضاء على أسبابها وعلى جذورها وتمنع عودتها وتكرارها. هذه المحددات: عدم المس بالجمهورية ووحدة التراب اليمني. ليس من المقبول أنه يصبح اليمن في النهاية بمثابة كعكة تتقاسمها يعني أطراف في الخارج والداخل، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. اعتبار وثيقة الحوار الوطني ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الأساس الذي يتم الاستناد عليه في أي اتفاقية سلام أو في بناء الدولة اليمنية المشهودة. عدم الإفلات من العقاب، خاصة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. يعني لتحقيق هذا المبدأ لطالما دعوت والآن أجدد دعوتي لإنشاء محكمة دولية خاصة بالحرب في اليمن لمحاسبة كل من تورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في فترة الحرب. عدم الاعتراف بأي اتفاقات أو صفقات أمنية أو اقتصادية تحقق مصالح لطرف من أطراف الحرب ضد مصالح اليمنيين محلياً أو خارجياً. إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وأن تكون الدولة وحدها صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح، ولا يحق لأي طرف سياسي أو مذهبي أو مناطقي أو قبلي أن يستمر في امتلاك السلاح ليهدد بقاء الدولة ويضرب كيانها وقواعد وأسس استمرارها. رفع كل أشكال الاحتلال والوصاية والحصار عن الجمهورية اليمنية بشقيه الداخلي بين المدن الذي تفرضه الميليشيا، والخارجي الذي تفرضه السعودية والإمارات، ويشمل رفع الحظر على تصدير الغاز والمشتقات النفطية، تسليم رواتب الموظفين وعودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم، إنتاج قيادة يمنية جديدة تعبر عن مصالح الشعب اليمني بآليات تتفق مع روح الدستور اليمني وبتوافق وطني شامل لقيادة المرحلة المقبلة للبدء في مفاوضات السلام على طريق بناء دولة اتحادية مدنية ديمقراطية يحكمها القانون وتضع حقوق الإنسان والعدالة والمساواة أساس وجودها وكينونتها.